السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الكرام، متابعين قناة أريج الزهر، صباح النور عليكم. كدير مع العواشر، كدير مع سيدنا رمضان، كدير مع الصيام، كدير مع هاد الكونفينمون هذا. الله يكتبنا وعليكم مكاتب الخير يا ربي، امين. مرحبا بكم عندي في سميها المزرعة الصغيرة ديالي. اليوم نقدم لكم واحد هاد الكوليكسيون ديال الورود اللي هي من عمل ديالي ان شاء الله. الحبق هذا، الحبق هذا اللي درت فيه اربعه د الانواع الورود، هي هي ثلاثه د الانواع. درت فيه القحوان، لا مارغريت الابيض، درت فيه الغومباج هو هذا، هذا هو الغومباج، وهذا الغومباج، وهذا الشكل ديالو هو الغنباش، الورق ديالو كي دايرين. ودرت فيها هاد لامارغريت، هادي الغوز، هي ما بين البيض والغوز. لامارغريت راه اللي هي القحوان، فيها ما يزيد على 40 نوع ديال 40 نوع ديال القحوان. شفتو وجمعتهم كاملين في هذا البو، هذا عطاو هذا الشكل النهائي. هذا جا زوين، كما تلاحظوا هادو فاش جبتهم كانوا بحال هكا تقريبا، كانوا مازال ما منورين، عاد نور تبارك الله. كي ولات هي العوينات ديالهم هما، خلاص هاد لامارغريت تتعطي واحد الشكل واعر، شكل زوين. خاصة إلا كنتو تتهلاو في النبات ديالكم، مرة نقشو، مرة حيدو داك الشوائب، حيدو داك الشي اليابس من التحت، دورو بالحبق ديالكم هانتوما كيما تتشوفو. وهاد البو هدا، درت فيه الغومباج، فيه بزاف ديال الأنواع، تا هو فيه صفار، فيه الحمر، فيه هاد لورونج هدا. الشكل ديالو كي داير، هادي تا هي فاش جبتها كانت صغيوره، ها هكا كانو مازال ما منبتينش كاع. دابا تبارك الله كي ولات دايره الغومباج او القطيطه، جوج الانواع، عندو بزاف الانواع، هما الانواع الاسماء المتداوله هما هاد التسميات هادو، الغومباج و القطيطه، الغومباج او القطيطه. و هاد النبته هادي سميتها المكحله، كحلة تا هي زوينة، الشكل ديالها غزال. وهادي زهرة القرنفل، فيها واحد الريحة غزالة، تتكون منورة في اللول. هذا هو الشكل ديالها فاش تنور. وهاد الحبق هذا درت فيه تا هو القحوان، لا مارغريت، القحوان بنفسجي. وهذا نوع اخر للاقحوه، هذا هو، سبحان الله. هذه في الليل كتسد كتولي بحال هكا، وفي الصباح كتنور كتولي هكا. دابا راه عاد الصباح عاد تتحل مزيان، ان شاء الله غتحل مزيان. الاقحوان والغومباج و يقولوا الفلشي عطاو واحد الشكل واعر، شكل زوين، الشكل النهائي ديالهم هما بحال هكا. هذا كيما قلنا فيه القحوان وفيه الغومباج. وهذا مع طويل درت فيه ثلاثة ديال المقلات، درت فيه الغومباج اللي هو القطيفة، والمكحلة هي هادي، ودرت فيه القرنفل. الله شكل غزال فيهم، خصكم تهلاو في الحبيق ديالكم. مرة تجيبو شوية الغبار ديرو علو، مرة تنقيوه دوك الشوائب، دوك الشي ديال يابس،
وهكا مرة في 15 يوم ولا 20 يوم شوية ديال شوية ديال مواد عضوية تزيدوها له باش يبقى الشكل ديالهم زوين. الغنباج او القطيف، وهاد النبتة هادي سميتها المكحلة، المكحلة تا هي زواونة، الشكل ديالها غزال، وهادي زهرة القرنفل، فيها واحدة ريحة غزالة، إذا تكون منورة في الأول، هذا هو الشكل ديالها، فاش تنور، وهاد الحبق هذا درت فيه. فيه تا هو البقحوان لا مارغريت، بقحوان بنفسجي، وهذا نوع آخر للبقحوان، هذا هو سبحان الله. هذه في الليل كتسد كتولي بحال هكا، وفي الصباح كتنور كتولي هكا، تبقى راه عاد الصباح عاد تتحل مزيان، إن شاء الله غتحل مزيان. القوان والغنباج والقول الفلشي عطاو واحد الشكل واعر، شكل زوين، الشكل النهائي ديالهم هما بحال هكا. هذا كيما قلنا فيه القوان وفيه الغنباج، وهذا مع طويل درت فيه ثلاثة ديال النقلات، درت فيه الغنباج اللي هو القطيفة والمكحلة هي هادي، درت فيه القول الفل، والله شكل غزال فيهم. خصكم تهلاو في الحبيق ديالكم مرة مرة، تجيبو شوية الغبار ديروه له مرة مرة، تنقيوه دوك الشوائب داكشي اللي يابس، وهكا مرة في 15 يوم ولا 20 يوم شوية ديال مواد عضوية تزيدوها له باش يبقى الشكل ديالهم زوين.